بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان النتيجة النهائية للتصويت الجمعية العمومية الخاصة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي إعمالا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وبناء على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بدعوة السادة الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية الخاصة يوم الجمعة الموافق 25/8/2017 بمقر النادي بمدينة نصر، ويوم السبت الموافق 26/8/2017 بمقر النادي بالجزيرة للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي. قامت اللجنة القضائية بالإشراف على العملية الانتخابية على مدار اليومين سالف البيان، وتبين من واقع كشوف الصادرة عن النادي المدرك بها أسماء السادة الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية الخاصة أن إجمالي عددهم 156,416 عضوا، وأن إجمالي الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم في يومي 25 و26/8/2017 بلغ عددهم 14,975 عضو. وبذلك قد اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة. وقد قام السادة أعضاء اللجان الفرعية بجهد مشكور على مدار اليومين في القيام بالعملية الانتخابية على خير وجه، وهو جهد مضني وجهد مشكور. كما قامت اللجنة القضائية بفرز بطاقات إبداء الرأي، وتبين أن إجمالي عدد الحاضرين يومي 25 و26/8/2017 عدد 14,975 عضوا، إجمالي عدد الأصوات الباطلة 58 صوتا، إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 14,917 صوت. إجمالي عدد الأصوات الغير موافقة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي 526 صوت. إجمالي عدد الأصوات الموافقة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي 14,391 صوت. رجاءً التزام الهدوء، لم يكتمل البيان بعد. رجاءً التزام الهدوء، لم يكتمل البيان بعد. تفضل يا سيدي. إجمالي عدد الأصوات الموافقة على النظام الأساسي للنادي الأهلي 14,391 صوت، وهي نسبة تزيد عن ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين أطلب أصواتهم. وبناء عليه أصبحت لائحة النظام الأساسي هي السارية.